جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. كيف تصرفوا معك بهالشكل؟ هلأ صار لازم أنا أتصرف. بترجاك راجو، اللي صار صار وخلاص. شو الفايدة هلأ إذا عصبت؟ ميغنا عم تتصل فيني. أهلين ميغنا، بما أنه أمك مو حابة الأنسة تقعد عندكم بالبيت، كان لازم تخبريني. كنت اجيت على بيتكم فورا ورجعت الأنسة على البيت لعنا. مو على أساس رفيقتك؟ راحت لعندك لأنها بتوثق فيكي ولأنها بتعتبرك وحدة من عيلتها. ليش تصرفتوا معها بهذا الشكل؟ لك كيف ممكن؟ ألو ميغنا، راجو معصب شوي بصراحة. شيباني، أنت طلعتي تعملي مقابلة. طيب راجو شو كيكي ميغنا؟ شفته محل ما بدي أعمل المقابلة، شافني هنيك وجابني لهون على بيته. أنا بعتذر ميغنا، بعتذر عن كلام راجو، هو كان معصب شوي لهيك قال لك هذا الحكي. لا عادي، لا شو الاعتذار حبيبتي، هو كان معه حق بكل اللي قاله، وبالعكس أنا اللي لازم اعتذر منك. شيفاني لا تزعلي مني، بس لازم أقول لك شغلة. بالرغم من أنه زواجك من راجو مزيف، بس راجو أكثر واحد بدير باله عليكي، وكأنكم صلكم سنين متزوجين. بتمنى تكوني مبسوطة دائما. ماشي باي باي ميغنا. ابني شو الفايدة من انك تزعل من اللي صار مع شيفاني؟ بكفي انه هي رجعت بخير، هذا اللي بيهمنا نحن بهالوقت. وهلأ صار لازم انتو ترتاحوا وأنا رح أعملكن شوية أكل، ماشي؟